يقيم التحكيم بالأدوار الماضية؟ الأمور كانت أكثر من رائعة في الأدوار التمهيدية. الحضور التحكيمي كان مشرف، اشترك معنا كل حكام النخبة أي في آسيا وفي أفريقيا. داروا مباريات صعبة جدا، استطعنا حقيقة أن نخرج بدون أخطاء مؤثرة في نتائج المباريات. طبعا لابد من وجود أخطاء في بعض المباريات، لكن محصلة النتيجة النهائية لم تتأثر بالأخطاء التحكيمية بشكل عام. حنبدأ إن شاء الله تعالى من بداية دور الثمانية بتطبيق استخدام الحكم الإضافي، اللي هو الحكم اللي يقف خلف المرمى تماما. خلال شهر يناير عندنا ورشتين عمل، حنبدأ إن شاء الله تعالى بالأولى إن شاء الله في جدة لإعداد تقريبا 22 حكم سيشاركون في الأدوار المتقدمة. طيب لو حكينا عن تقنية الفار، تقنية الفيديو راح يتم استخدامها بكافة الأدوار. احنا بدأنا حقيقة في 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 التخاطب مع الفيفا بهذا الشأن، وبإصدار التصاريح الهامة باستخدام التقنية. كذلك بدأنا في إعداد ورشة عمل للحكم الفار، اللي نكون إن شاء الله تعالى جاهزين عند وجود التصاريح. المتوقع أن تستخدم دور الأربعة دور الثمانية إذا تمت كما مثل ما إحنا إن شاء الله ماشيين على الطريق. الاستعانة بالحكم خارج الوطن العربي ممكن نشوف هالشيء، خاصة أنه شفنا بعض الأخطاء مثل مباراة الأهلي مثلا اللي صارت فيه حتى أشكالية على المباراة. بشكل عام ممكن يكون في تم استعانة؟ إلى الآن لا يعني غير موجود حقيقة، الفكرة غير موجودة وغير مطروحة تماما أن يكون في حكم أجنبي في ظل تواجد حكام مشاركين كأس عالم سابقة موجودين في آسيا وفي أفريقيا كمصنفين أي في قارتين. أداؤهم وعطائهم عالي جدا. لو وصلنا للحكم الخامس هذا أمر حقيقة وارد، إذا لا سمح الله حصل أي أمر آخر ممكن غير المأمول من الحكام، لكن إحنا بكل قوة داعمين الحكم العربي نستمر حتى النهاية.